مع تقدم قوات درع الفرات في الشمال السوري وإلحاق هزائم كبيرة بمسلحي داعش، يحاول أفراد التنظيم البحث عن أماكن جديدة لاحتلالها تؤمن له الحماية بعيداً عن قصف التحالف الدولي. فقد بدأ داعش بهجوم عنيف في القلمون الشرقي في ريف دمشق للسيطرة على جبلي البتراء والنقب، بيد أن الثوار تصدوا لتلك الهجمات. التفاصيل مشاهدينا في سياق تقرير مراسلنا جواد العربيني. تزامنا مع هزائم داعش في الشمال السوري، يرسل التنظيم أرتالا متتالية من الرقة نحو القلمون الشرقي الذي بات ساحة جديدة للتنظيم. فالطبيعة الجبلية لهذه المنطقة تبدو خيارا مناسبا ستؤمن له الحماية من ضربات التحالف الجوية. طبعا بداية بعد الخسائر التي منيت بها عصابة داعش في الشمال السوري وخسارتها لمناطق بعمق 50 كيلومتر وبعرض 90 كيلومتر تقريبا، فأعتقد أنه أصبح لديهم يعني خيارات متعددة بالانتشار من المناطق الأخرى والبعيدة عن يعني ضربات التحالف أو الدول التي تقاتلها، وبنفس الوقت تقوم بأداء مهامها في إفشال كل ما له علاقة بالثورة وأي أعمال عسكرية ضد قوات الأسد وميليشياته، كما هو الحاصل في كثير من المناطق في الشمال السوري أو في الجنوب السوري أو حتى في مناطق ريف دمشق. من دون دعم جوي وبكل ما يتوفر لهم من إمكانيات، يحاول مقاتلو جيش الإسلام وفصائل ثورية أخرى الوقوف في وجه هجمات داعش الذي يدفع بأرتال غير مسبوقة مدججة بالمفخخات والآليات الثقيلة. شاهدنا رأي العين التنسيق المباشر ما بين عصابة داعش وقوات الأسد، ففي كثير من الأحيان كانت تدور معارك، وحتى في معركتنا هذه تدور معارك ما بين المجاهدين وهذه العصابة، فيكون هناك مؤازرة جوية من قبل قوات الأسد لهذه العصابة لضرب مواقع المجاهدين. معارك على أشدها تتركز في جبلي البتراء والنقب المطلين على بلدات القلمون الشرقي. 3 محاولات اقتحام لداعش خلال أسبوع أحبطت من قبل الثوار الذين أذاقوا التنظيم المتشدد مرارة الهزيمة. يشكل القلمون الشرقي منطقة عسكرية حيوية لأنه يتوسط عدة محافظات سورية ويضم مطارات وكتائب عسكرية للنظام. أثار هجوم جيش الإسلام على بعضها حفيظة داعش ودفعه للتحرك صوبها. جواد العربيني، أخبار الآن، ريف دمشق.